صباح الخير يا شباب، هنحاول نحل المرة دي الميد تيرم، فخلينا نبتدي كده مع بعض. الامتحان كان كله تشوز، فأول سؤال عندنا كان بيقول لنا second law of thermodynamics بيديفاين ايه بالظبط؟ heat ولا work ولا enthalpy ولا entropy ولا internal energy؟ احنا كنا قلنا ان second law of thermodynamics كان بيغطي القصور اللي كان موجود في first law of thermodynamics، فكان بيحدد لنا حاجة اسمها direction دايركشن كواليتي. فكلمة دايركشن هنا كان مقصود بيها مش اتجاه بالمعنى الحرفي، ولكن هل الإجراء اللي أنا بتكلم عليه ده أو هل السايكل اللي بتكلم عليها دي ينفع تتم ولا لأ؟ هو ده المقصود بكلمة دايركشن. اللي بيوضح الكلام ده اللي هو الانتروبي. احنا كان عندنا بنقول إن في حاجة اسمها انتروبي جنريتد، وكنا بنقول إن التوتال انتروبي جنريتد دي دايما بتبقى أكبر من أو تساوي الزيرو، ولو كانت اقل من الزيرو فمعناه ان البروسيس او السايكل بتاعتنا دي ما ينفعش تتم. فده الدايركشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وبالتالي ان الاجابه بتاعتنا هتبقى الانتروبي. السؤال الثاني بيقول فور ا ريفرسبل ادياباتيك بروسيس التشينج في الانتروبي ايه بالظبط؟ فاحنا كنا قلنا يعني الحاجات دي انا ببقى قاطعها من السكشن يعني وحاططها كده جوه مربع. فكنا قايلين الايزنتروبيك بروسيس ده عباره عن ادياباتيك وريفرسبل بروسيس، وقلنا الايزنتروبيك بروسيس دي معناها ان الدلتا اس بزيرو، فبالتالي الريفرسبل ادياباتيك بروسيس اللي هو ايزنتروبيك بروسيس التغير في الانتروبي بزيرو، لان احنا قلنا اس 2 ناقص اس 1 هتبقى بزيرو. هو ده تعريف الايزنتروبيك بروسيس او الريفرسبل ادياباتيك بروسيس، وبالتالي الاجابه بتاعتنا زيرو. السؤال اللي بعده بيقول لاي ريفرسبل بروسيس النت تشينج في الانتروبي بتاعت السيستم والسراوندنج ايه بالظبط؟ كنا قلنا ان دلتا اس توتال او اس جنريشن او دلتا اس يونيفرس ايا كان المسمى اللي هي بتساوي السيستم زائد السراوندنج، كل ده بيبقى اكبر من او يساوي زيرو. قلنا الحالات يبقى اكبر من الزيرو لو كان الريفرسبل بروسيس، ولو كان الريفرسبل بروسيس هتبقى بتساوي زيرو، ولو اقل من زيرو كنا قلنا ان هو امبوسيبل. فلو احنا بنتكلم على ريفرسبل بروسيس النت تشينج في الانتروبي اللي هي الدلتا اس توتال دي مالها؟ طبعا هتساوي زيرو زي ما احنا شايفين هنا. طب اللي بعده لو قال لو كنا بنتكلم على irreversible process، ف irreversible process فساعتها ال entropy change هيبقى ايه؟ اكبر من زيرو، بالتالي الاجابه بتاعتها هتبقى positive. السؤال اللي بعده اللي هو رقم 5 بيقول لنا ايه هي ال process بتاعت ال Carnot cycle، ومدينا بقى اختيارات بتاعتنا. خلينا نفتكر كده Carnot cycle مع بعض. ال process الاولاني كان irreversible isothermal heat addition او expansion ايا كان. البروسيس اللي بعده كان ريفرسبل ادياباتيك اكسبانشن اللي احنا ممكن نقول عليها ايزنتروبيك اكسبانشن. احنا اتفقنا ريفرسبل ادياباتيك دي معناها ايزنتروبيك، فبالتالي اول واحد ايزوثيرمال، الثاني ايزنتروبيك، واللي بعده ريفرسبل ايزوثيرمال هيت ريجكشن او كومبريشن هي برضه، ف واللي بعده ريفرسبل ادياباتيك اللي هي ايزنتروبيك. فبالتالي انا عندي اثنين ايزنتروبيك واثنين ايزوثيرمال، تمام؟ اثنين ايزوثيرمال واثنين ايزنتروبيك، فدي الاجابه بتاعتنا. تلاحظ ان انت عندك هنا في اجابه اللي هي اثنين ادياباتيك واثنين ايزوثيرم، هتقول لي ما في اثنين ادياباتيك هنا اهو، الدنيا صح برضو. ادياباتيك دي مش تعريف كافي لان هي البروسيس بتاعتنا، لان البروسيس بتاعتنا مش ادياباتيك بس، لا ده هي ريفرسبل، ممكن تكون ار ريفرسبل وادياباتيك. فلا احنا هنا بنتكلم على ريفرسبل ادياباتيك بروسيس، فبالتالي ده الاجابه بتاعتنا الاثنين ايزوثيرمال والاثنين ايزنتروبيك. اللي بعده بيقول لنا الايزنتروبيك فلو ده عباره عن ايه؟ خلاص على طول الايزنتروبيك معناه ريفرسبل اديباتيك. اللي بعده بيقول لنا في كارنت لو عندنا كارنت انجن لما يكون الوركينج سبستنس بتاعي ده بيدي هيت للسينك ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني لما ادي هيت للسينك. خلينا كده نفتكر برضو مع بعض البروسيس بتاعه الكارنت سايكل، وخلينا نشوف ايه هو البروسيس اللي بيتكلم عليه. هو بيقول لما الوركينج سبستنس بتاعتي تدي هيت للسينك، فهو بيتكلم على البروسيس دي بتاعت الهيت ريجكشن، ان انا عندي الوركينج فلويد بتاعي ده بيدي هيت للسينك بتاعي. فايه اللي بيحصل؟ التمبريتشر بتاعت السينك هتزيد؟ لا طبعا التمبريتشر ما بتزيدش. التمبريتشر بتاعت السينك هتفضل ثابته؟ هي الاجابه فعلا، لكن ممكن تكمل برضه عشان تطمن، هتقول ان التمبريتشر بتاعت السورس هتقل. احنا مالنا بالسورس اساسا؟ احنا بنتكلم هنا ده غير اساسا التمبريتشر بتاعت السورس ما بتقلش اساسا، هي بتبقى ثابته برضه. التمبريتشر بتاعت السينك والسورس بيقلوا برضو؟ لا. ولا بيقول لك التغير بيعتمد على الاوبريشن كونديشن، فواضح كده ان الاجابه بتاعتي هي التمبريتشر بتاعت السينك بتفضل ثابته. رقم 8 بيقول لنا if the temperature of the source is increased، فلو التمبريتشر بتاعت السورس زادت الافشنس بتاع الكارنوت انجن هيحصل لها ايه بالظبط؟ ف
فخلينا نفتكر الافشنس بتاع الكارنوت الكارنوت سايكل عامه، فعباره عن ايه الهيت انجن لو هي شغال ريفرسبل، يعني كارنوت هيت انجن هي واحد ناقص تي لو على تي هاي. ايه هي التي لو؟ دي التمبريتشر بتاعت اللوير سيرفر، والتي هاي دي التمبريتشر بتاعت الهاير سيرفر اللي هي السينك والسورس يعني. فلو السورس بتاعي التمبريتشر بتاعت السورس زادت، التي اتش دي زادت، ايه اللي هيحصل بقى؟ الافشنسي دي زادت، يعني القيمه دي كلها قلت، يعني الافشنسي تزيد، فبالتالي الاجابه بتاعتي ان الافشنسي هتزيد. السؤال اللي بعده بيقول لو الافشنس بتاعت الايديال كارنوت انجن او الافشنس بتاعت الايديال كارنوت انجن بتعتمد على ايه بالظبط؟ فاحنا كنا كاتبين اهو الافشنس بتاعت كارنوت انجن هي واضح انها بتتغير بتغير التمبريتشر بتاع السورس والسينك. فخلينا نشوف الاجابات، هل هي بتعتمد على الوركينج سبستنس؟ لا. هل هي بتعتمد على السورس بس؟ لا، هي بتعتمد على السورس والسينك. هل هي بتعتمد على السينك بس؟ لا برضه. هل هي بتعتمد على البوست اللي هو السورس والسينك؟ اه، هي دي الاجابه واضح. هل هي بتعتمد على الكونستراكشن بتاع الانجن؟ لا، ما يفرقش معايا. فهو ده الاجابه بتاعتي. الرقم 10 بيقول لي الافيشنس بتاعت كارنت انجن ايه بالظبط؟ فمن الاجابات دي واضح 1 ناقص تي ال على تي هاي، اللي هي كانها بقول تي هاي ناقص تي لو على تي هاي، هي دي. تمام. اللي بعده بيقول في لو انا عندي ريفرسبل سايكل الانترو بتاعت السيستم هيحصل لها ايه؟ فريفرسبل سايكل على طول انت هتجاوب هتقول انها مش هتتغير، ريفرسبل سايكل فالانترو مش هتتغير. ولكن خليني اقف عند الحته دي لحظه، يعني لو كان السؤال بيقول لي في ايه الريفرسبل سايكل الانترو بتاعت السيستم هيحصل لها ايه، عايز اقول لك الاجابه هتبقى هي برضه مش هتتغير. ليه؟ لان انت عندك في السايكل انت دلوقتي فلنفترض عند نقطه واحد، وهتبتدي تلف السايكل وترجع نقطه واحد، واحنا عارفين الانترو دي عباره عن بروبرتي. فانت عندك عند نقطه واحد عندك اس واحد، لما ترجع نقطه واحد تاني فانت هتفضل عند اس واحد، فبالتالي برضه مش هتتغير. لكن ده مش بيخل بالمبدا بتاع الانتروبي جنريشن او الانتروبي بتزيد، لان الانترو بتاعت السيستم هتفضل ثابته، ولكن الانتروبي بتاعت السراوندنج هتتغير هتزيد، لان بما انه irreversible process او يعني السايكل عباره عن irreversible، فهي بتتكون من irreversible process، ففي انتروبي هتتنقل للسراوندنج بتاعي. ففي النهايه انا ما بخلش بالمبدا، انا عندي الانتروبي فعلا هتزيد، عندي السراوندنج هيزيد بعد ما لفيت وتميت سايكل كامله. اي نعم السيستم فضل زي ما هو عندي نفس الانتروبي، ولكن في انتروبي هيحصل لها جنريشن في السراوندنج. السؤال رقم 12 بيقول فريكشنلس هيت انجن ده ريفرسبل هيت انجن يقصد كارنوت. هنا بيقول هل ينفع تبقى 100% افيشنت او هتبقى 100% افيشنت او الافيشنت بتاعتها 100% لو الاكزوست تمبريتشر يحصل لها ايه؟ فهو هنا بيتكلم على كارنوت. فخلينا نفتكر الافيشنت بتاعت كارنوت. الافيشنت بتاعت كارنوت تبقى 100% امتى؟ واضح كده انها هتبقى 100% لو كانت التي ال دي بزيرو، يعني الاكزوست تمبريتشر تبقى بزيرو. بس الزيرو ايه؟ زيرو كلفن، احنا هنا بالتمبريتشر هنا بنحطها ابسوليوت، فبالتالي الاجابه بتاعتي هتبقى ان الاكزوست تمبريتشر تبقى زيرو كلفن، اللي هي التمبريتشر بتاعت السينك يعني. السؤال اللي بعده بيقول ان كلفن بلانك لو بيتعامل مع ايه او بيوصف ايه بالظبط؟ الكونسرفيشن اوف انرجي ولا الكونسرفيشن اوف هيت ولا الكونسرفيشن اوف ماس ولا الكونفرشن او التحول بتاع الهيت للورك ولا التحول بتاع الورك للهيت؟ خلينا نفتكر كده كلفن بلانك كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان كلفن بلانك بيقول ان ما ينفعش هيت انجن ياخد الحراره من سنجل ريسيرفوار ويطلعها ورك وما يرميش حاجه لريسيرفوار تاني، يعني يتعامل مع سنجل ريسيرفوار. فهو كان بيهتم بتحول الحراره دي لورك. فبالتالي هو الاجابه بتاعتنا هتبقى conversion of heat into work. اللي بعده بيقول لنا ان في ستيم هيتضغط من 6 ميجا باسكال ل 300 سيلسيوس، ومن 6 ميجا باسكال ل 300 سيلسيوس لحد 10 ميجا باسكال ايزنتروبيكلي، وعايز يجيب الفاينل تمبريتشر بتاعت الستيم. فاحنا كان معانا مولير تشارت، وانا هنا هطلع لك القيم زي ما انا شايفها من مولير تشارت، يعني بحيث اني كاني قاعد في امتحان بالظبط. فخلينا كده نحدد النقطه بتاعتنا الاولانيه اللي هي 6 ميجا باسكال و300 سيلز. ف 6 ميجا باسكال هنا القرايات دي بالبار، ف 60 بار، ادي ده خط بتاع 60 بار، فادي رسمناه اهو ووضحناه.
و 300 سلسيوس، ادي 300 سلسيوس، فهنبتدي نرسم كده. فعندنا بقى نقطة هنا، دي النقطة بتاعت او النقطة رقم واحد يعني. قال لك ان احنا هنضغط ايزنتروبيكلي، يعني الاس كونستانت، هيبقى هنطلع بخط رأسي لحد ما اوصل ل 10 ميجا باسكال. 10 ميجا باسكال يعني 100 بار، فادي الخط بتاع ال 100 بار. فانا هبتدي اطلع خط رأسي كده لحد ما اوصل للبريشر ده، يبقى دي النقطة اللي انا بتكلم عليها الجديدة بتاعتي. التمبريتشر عندها كام بالظبط؟ ما هو ده اللي عايزه، عايز التمبريتشر. فنبتدي نعدي الخط كده موازي للخطوط بتاعة التمبريتشر بتاعتنا، فهو خط كده ما بين ال 350 و 400، فيعني هو ما بينهم كده نقدر نقول 370 375 حاجة كده. فنبص كده تلاحظ ان اقرب حاجة للي احنا بنقوله اللي هي 371، فدي الإجابة بتاعتنا. رقم 15 بيقول لنا heat is lost من بلان وول. خليني ارسم لك الرسمة انا عملتها. يعني عندنا بلان وول اهو، وقال لك ان في هيت بيعدي بقيمه ثابته اللي هي 600 واط، وقال لك ان الانر والاوتر تمبريتشر مدي لك الدرجات الحراره بتاعتهم. يعني الانر تمبريتشر بتاعت الوول ده اللي هو الخط ده 20 سيلسيوس، والاوتر ده 5 سيلسيوس. قال لك احسب لي الريت اوف انتروبي جنريشن في الوول. فعلشان نحسب الريت اوف انتروبي جنريشن ممكن نرجع للانتروبي بالانس، فخليني اعودك عليه برضو. لو انت عايز تستخدم الاس جنريشن بتساوي الدلتا اس سيستم زي الدلتا اس راوندنج، هي برضه. ولكن خليني اعرفك اكتر على الانتروبي بالانس ممكن نعمله ازاي. احنا عارفين ان الانتروبي بالانس بنقول ان الانتروبي اللي داخل السيستم ناقص اللي خارج من السيستم زائد الاس جنريشن بتساوي التغير في الانتروبي داخل السيستم. الانتروبي بتتنقل ازاي؟ في عن طريق حاجتين، عن طريق الهيت وعن طريق الماس. تمام، خليني اقول لك مثلا ايه كل حاجه برضه عشان يبقى في بالك. الانرجي بتتنقل عن طريق ثلاث حاجات، ورك او هيت او ماس. الانتروبي بتتنقل عن طريق حاجتين، هيت او ماس. الاكسيرجي بتتنقل عن طريق ثلاث حاجات، هيت او ورك او ماس. فهنا بنتكلم على الانتروبي، فهي بتتنقل عن طريق حاجتين، يا ماس يا هيت او الاثنين يعني. فما عنديش طبعا ماس ترانسفير، انت عندك دلوقتي دي حيطه فما فيش ماس داخله او خارجه الحيطه دي، ولكن عندي هيت. تمام، فاللي داخل واللي خارج ده عباره عن هيت. ف خد بالك برضو ان هو قايل لك ان الهيت اللي معدي ده هيبقى ستيدلي، يعني يعني القيمه بتاعته ثابته، فبالتالي ما فيش انتروبي جنريشن، او ما فيش قصدي تغير في الانترو بتاعت السيستم. فالدلتا اس بتاعت السيستم بزيرو، هي مش هيتغير. فنقدر نقول الاس جنريشن دي عباره عن الاس اوت ناقص الاس ان. طب الاس اوت دي عباره عن ايه؟ ف احنا قلنا مفيش ماس ففي هيت. ايه هو الهيت اللي خارج من السيستم؟ احنا خلاص احنا اتفقنا اس جنريشن عباره عن اس اوت ناقص اس ان. فالهيت اللي خارج من السيستم عباره عن ايه؟ او الانتروبي اللي خارجه من السيستم عباره عن، احنا عندنا في انرجي خارجه اللي هي كيو، او في هيت خارجه اللي هي كيو. فالانتروبي اللي موجوده في الكيو دي عباره عن كيو على تي، فانت عندك كيو على التمبريتشر اللي هو طالع منها اللي هي تي 2 دي، فكيو على تي 2 ناقص الاس ان. احنا لو عديناها الناحيه الثانيه فالاس ان دي بالنيجاتيف. ايه هي الانتروبي اللي داخله؟ فداخله في صوره هيت، خلاص ادي داخله في صوره هيت، يبقى كيو على التمبريتشر اللي داخله منها اللي هي ال 20، فكيو على تي 1 اللي انا سميتها اللي هي تي 1 اللي هي 20 سيلسيوس. تبتدي تحسب بقى، انت عندك دلوقتي كيو دي ب 600 والتي 2 دي ب 20 زائد 273، ما تنساش الكلام ده. و سوري يعني تي 2 دي اللي هي 5 زائد 273، تي 1 اللي هي 20 زائد 273، تحسب الكلام ده وتطلع اس جنريشن، ومن هنا تلاحظ ان ده الاجابه بتاعتك. عايز اقول لك بس جزء زياده، تلاحظ هنا ان كان قال لك انا عايز الريت اوف انتروبي جنريشن وذين ذا وول، انا عايز الانتروبي جنريشن جوه الوول، وده اللي احنا حسبناه. ليه قال كده؟ لان احنا خدنا الحدود بتاعتنا اللي هي ال 20 سيلسيوس وال 5 سيلسيوس. طب لو كنا خدنا التمبريتشر اللي جاي منها اساسا الكيو دي، اللي هي مثلا ممكن يكون في تمبريتشر للاوضه نفسها جوه مختلفه عن ال 20 درجه دي، ممكن يكون ليها مثلا 30 مثلا، وممكن يكون درجه الحراره بره اقل 2 3 او 0. فلو خدنا ان كيو على التمبريتشر اللي جاي منها اللي هي الاصليه خالص دي بقى اللي هي البعيده، والكيو اللي طالعه هتبقى ساعتها التي 2 بقى هتبقى اللي هي اللي هنا دي، فانا بحسب الانتروبي في الجنريشن في الكلام ده كله اللي هو في الوول وفي في الاوضه مع اللي بره. فانا عايزك بس ايه، دي حته كده ايه معلومه زياده كده حطها في بالك يعني. علشان كده انا بس بحاول اوضح ليه قال كلمه وزن ده وول، ان احنا خدنا
الحدود بتاعتنا اللي هي ال 20 وال 5 سيلز. طيب اللي بعده بيقول لنا ان في ستيم داخل على ادياباتيك توربين عند 8 ميجا باسكال و500 سيلز وبريت، خلينا نرسمها، وبريت 18 كيلو جرام بير سكند، وهيخرج عند 2 من 10 ميجا باسكال و300 سيلز. احسب لي الريت اوف انتروبي جنريشن. فنفس الكلام، اس ان ناقص اس اوت ذات اس جنريشن بيساوي دلتا اس سيستم. طبعا ده ستيدي ستيت ديفايس، ده ستيدي ستيت ديفايس، فبالتالي الدلتا اس سيستم هتبقى بزيرو، ويبقى عندك اس جنريشن عباره عن الاس اللي خارج ناقص الاس اللي داخل. تمام، فالاس اللي داخل واللي خارج دي مفيش كيو داخله وخارجه. خدت بالك ان احنا زي ما اتفقنا الانتو بيتنقل عن طريق حاجتين، يا اما هيت يا اما ماس، فما عندكش هيت داخله وخارجه. هو قال لك ان هو اديابات توربين مفيش كيو، فعندنا اللي داخل واللي خارج ده بس عباره عن ماس. فالماس دي نجيبها ازاي؟ هنقول ان الماس الاس ان دي تبقى الماس اللي داخله في الانتروبي اللي داخله ناقص الماس اللي خارجه في الانتروبي اللي خارجه زائد اس جنريشن بيساوي زيرو. يبقى اس جنريشن عباره عن، ودي الكلام ده الناحيه الثانيه، وعشان نحسب الكلام ده دخلنا بقى او بصينا كده على المولير تشارت. فخلينا نحدد النقطه الاولانيه بتاعتنا. احنا النقطه الاولانيه عندنا عند 8 ميجا باسكال، يعني عند 80 بار، ونقاطعها مع ال 500 سيلسيوس اهي. فدي النقطه بتاعتنا. ممكن نجيب الاس بتاعتها، يبقى دي الانتروبي بتاعه الدخول، ف اس ان جبناها خلاص. والخروج عند 2 من 10 ميجا باسكال، تمام، فادي 2 من 10 ميجا باسكال يعني 2 بار، ونقاطعها مع 300 سيلسيوس، ادي 300 سيلسيوس، يبقى دي النقطه بتاعتنا. وننزل تحت نجيب الانتروبي، فجبنا كده الانتروبي عند الخروج. ومن هنا نقدر نقول الاس جنريشن عباره عن ام دوت اس اوت ناقص اس ان، ودي الكلام ده الناحيه الثانيه، واحنا اتفقنا ان ده ستيدي ستيت، فدلتا اس بتاعت السيستم بزيرو، يبقى ام دوت اس اوت ناقص اس ان. الام او الام دوت عباره عن 18 كيلو جرام بير سكند، والاس اوت والاس ان حسبناها. نبتدي نحسب الكلام ده، يطلع 20.7 من 10، اقرب اجابه اللي هي 21، يبقى دي الاجابه بتاعتنا. رقم 17 بيقول لنا ان في هيليوم جاز هيتضغط ستيدلي برضو فروم 19 كيلو باسكال، خلينا نرسم برضو من 90 كيلو باسكال و25 سيلسيوس ل 800 كيلو باسكال، بريت 2 كيلو جرام بير مينت. وقال لك ان هو اديابات الكمبريسور، وقال لك لو الكمبريسور ده بيتكونسيوم 80 كيلو وات، قال لك احسب لي الايزنتروبيك افشنسي بتاعه الكمبريسور. فخلينا نفتكر كده الكلام اللي احنا كنا قلناه قبل كده، ده جزء من السكشن. كنا قايلين ان الايزنتروبيك افشنسي بتاعه الكمبريسور عباره عن الورك الايزنتروبيك على الورك الاكشن، وكان ممكن نطبق الفيرست لو ثيرمودينامكس ما بين 1 و2 ايه. احنا اتفقنا ان احنا هنطلع يا اما اكشوال يا اما ايزنتروبيك، فلو كنا طالعين اكشوال يعني 2 ايه، نبتدي نطبق الفيرست لو ثيرمودينامكس، ممكن نشطب الحاجات الزيادات يعني، وطلعنا قوانين ابسط للايزنتروبيك افشنسي احنا مش محتاجينها في المساله بتاعتنا يعني. ونفس الكلام لو كنا بنتكلم على ايزنتروبيك او عايزين نطلع الورك الايزنتروبيك، هنبقى من 1 ل 2 اس، واتفقنا الايزنتروبيك الكيو دايما بزيرو. تمام، هو اساسا الكيو عندنا بزيرو يعني، كده كده الاثنين بزيرو، ولكن كده كده الايزنتروبيك بزيرو سواء في او ما فيش. المهم يعني ما فيش كاينيتك انرجي، ما فيش بوتنشال انرجي، يبقى نقدر نقول ان الورك بيساوي الدلتا اتش على طول. خد بالك ان الورك الاكشوال اوريدي معاك، يعني هو اوريدي الورك الاكشوال 80 كيلو وات، يبقى يفضل لك دلوقتي اللي احنا عايزين نحسبه الورك الايزنتروبيك، اللي هو طبعا بيساوي الدلتا اتش، نيجاتيف ورك ايزنتروبيك بيساوي الدلتا اتش. علشان نحسب الورك الايزنتروبيك محتاجين نجيب التمبريتشر بتاعه الخروج في حاله طبعا لو كان ايزنتروبيك. عشان نحسب حاجه زي كده بنطبق الريليشن او الايزنتروبيك ريليشن بتاعه الايديال جاز، اللي احنا عندنا هيليوم ده ايديال جاز، اللي هو بي 2 على بي 1 بيساوي تي 2 اس على تي 1 اس جاما على جاما ناقص 1. جاما او كي مش فارقه يعني، انا بسميها جاما يعني سمت في المحاضره كي، هي يعني الموضوع مش فارق خالص. في بعض المراجع بتسميها كده، بعض المراجع بتسميها كده، هي يعني عشان ما تتلخبطش وتشوف ان هنا انا سميتها جاما وانت اتعاملت معاها انها كي، فهي مش فارقه. المهم احنا عايزين نجيب التي 2 اس، فاحنا ظبطنا بس المعادله بالمنظر ده، والتي 2 اس دي اللي احنا عايزينها، وكل ده معانا خلاص. تلاحظ بس خد بالك من الحته دي، ان الجاما بتاعه الهيليوم 1.67 من 100 لان ده مونو اتوميك. ومن هنا نطلع قيمه التمبريتشر 716 كلفن.
نطبق بقى، عايزين نحسب الورك الايزنتروبيك عباره عن الام دوت في السي بي في الدلتا تي، تمام، تي 1 ناقص تي 2 اس. النيجاتيف انا بس ضربتها الناحيه الثانيه يعني، فبقت تي 1 ناقص تي 2 اس. كل الكلام ده معاك طبعا. السي بي لو مش مديها لك خلاص زي هنا مثلا، هنعمل ايه؟ ان الار بتساوي او السبيسيفيك جاس كونستانت للهيليوم عباره عن اليونيفرسال جاس كونستانت اللي هو 8.314 على المولر ماس بتاع الهيليوم 4. انت عندك كان في الداتا شيت كان موجود، ولكن في حاجات كده هتلاقي نفسك ايه بتحفظها يعني، زي الهيليوم ب4 تبتدي تقسم ده على ده يدينا القيمه بتاعه السبيسيفيك جاس كونستانت للار. وعلشان تحسب السي بي بقى عندنا جاما ار على جاما ناقص 1 ممكن نحسب منها قيمه السي بي بتاعتنا. نطبق بقى في القانون بتاعنا. طبعا الام دوت خد بالك انها كانت 2 كيلو جرام بير مينت، فعشان نحولها بير سكند فهنقسم على 60 وعوض بقى عادي السي بي معانا وتي 1 معانا، ما ننساش بس نحولها لكلفن علشان احنا عندنا التمبريشر دي جبناها بالكلفن، فنحول دي بالكلفن او دي ترجعها لسيلزيوس اللي يريحك يعني. احسب الكلام ده طبعا هيطلع لك بالنيجاتيف اللي احنا مطبقين في الفيرست فلو، والورك ده داخل السيستم فبيطلع اكيد بالنيجاتيف، ولكن احنا لما نيجي نعوض هنا بنعوض بالقيمه الابسوليوت بتاعته. وبالتالي يبقى الايزنتروبيك افشنسي للكمبريسور اللي هو الورك الايزنتروبيك اللي احنا لسه مطلعينه طبعا القيمه الابسوليوت بتاعته على الورك الاكشوال اللي هو اوريدي كان مديهوني، ونطلع القيمه بتاعتنا يطلع اراوند 90%، بقى دي اقرب قيمه لينا يعني، فدي الاجابه بتاعتنا. رقم 18 بيقول لنا في هيت، نفس المساله عدت علينا قبل كده ان في هيت برضو هيعدي جوه بلان وول. بريت المره دي اختلفت بقت 800 واط، ومدي لك ان الانر تمبريتشر ب 20 والاوتر تمبريتشر بخمس درجات زي نفس درجات الحراره اللي فاتت، ولكن الكيو مختلفه هنا، المره اللي فاتت كانت 600 المره دي ب 800 يعني. وقال لك الانفايرمنت تمبريتشر بزيرو، احسب لي بقى الريت اوف اكسرج ديستراكشن بتاعت وزين ذا وول. فنفس الكلام هنعمله، الاكس دسترويد كنا قايلين انها بتساوي تي نود في الاس جنريشن، وعلشان نحسب الاس جنريشن هنطبق في الانتروبي بالانس، يبقى اللي داخل ناقص اللي خارج زائد الاس جنريشن بيساوي دلتا اس سيستم. وهنا كان قايل لك ان الوول دي انها زي ستيل ستيت يعني، فبالتالي الدلتا اس سيستم بزيرو، واللي داخل واللي خارج هو كيو بس ما عنديش ماس، فهو كيو بس، والانتروبي الموجوده في الكيو عباره عن كيو على تي الهيت يعني. فالاس جنريشن عندنا هتبقى في طرف لوحده وتودي الناحيه دي، يبقى الاس جنريشن عباره عن اس اوت ناقص الاس ان، ونفس الكلام هي الخارج اللي هي كيو عند تمبريتشر 5 يبقى كيو على تي 2، وداخل ناقص اللي داخل كيو على التمبريتشر اللي عندها اللي هي 20 سيلسيوس. ومن هنا نحسب الاس جنريشن ونطلع القيمه بتاعته. طب الجزء الزياده هو قال لك الاكس دسترويد اللي احنا عايزينها، فبالتالي التي نود في اس جنريشن كنا حاسبين اس جنريشن اهو، والتي نود هو كان قايل لك ان الانفايرمنت دي عند زيرو سيلسيوس، يبقى التي نود 273 تعوض تطلع القيمه دي 40.2 من 10 تقريبا، اقرب رقم ليها اللي هي 40 اهو، يبقى دي الاجابه بتاعتنا. هنا بيقول لنا ان في بيت هيفضل عند 21 درجة، خلينا أنا رسمت لك الرسمة بس عشان تبقى أوضح. في بيت عند 21 درجة وهبتدي أسخنه عن طريق إلكتريكال ريزيستنس هيتر، تمام، دفاية، دفاية شغالة إن هي تاخد كهرباء تطلع حرارة، تمام، بس يعني هي بتحول الكهرباء لحرارة مقاومة. قال لك لو الأوت دور تمبريتشر عبارة عن 9 درجات، عايز احسب السكند لو افشنسي بتاعه الريزيستنس هيتر. السكند لو افشنسي خلينا نرجع للتعريف الاساسي بتاعها، كنا قايلين هي اكسيرجي ريكفرد على اكسيرجي سبلايد، يعني ايه هي الاكسيرجي اللي انت خدته مقابل الاكسيرجي اللي انت دفعته. فخلينا نبتدي بالسبلايد، انت اديت ايه للالكتريكال ريزيستنس اللي قدامك دي؟ انت اديت لها الكتريكال وورك. طب ايه الاكسيرجي في الالكتريكال وورك؟ هي نفس القيمه، يبقى الاكسيرجي سبلايد هي قيمه الالكتريكال وورك. طيب الاكسيرجي ريكفرد انت خدت ايه؟ انت خدت كيو عند 21 درجه، خد بالك بقى من النقطه دي، انت اللي خدته خدت كيو عند قيمه التمبريتشر بتاعه الاوضه، يعني في النهايه توصل لك كيو عند 21 درجه، فهي دي قيمه الاكسيرجي اللي انت خدتها. طب ايه هي قيمه الاكسيرجي في الكيو؟ كنا بنقول كيو في 1 ناقص تي نود على تي، هي دي قيمه الاكسيرجي. التي نود اللي هي التمبريتشر بتاعه الامبيانت، والتي دي اللي هي التمبريتشر بتاعت اللي عندها الكيو دي اللي هي عند ال 21 درجه. تحسب الكلام ده تطلع
يعني خلينا نحسب هنا السكند لو افشنسي، الاكسرجي ريكفرد يبقى كيو 1 ناقص تي نود على تي، وادي قيمه الورك. خد بالك في الالكتريكال ريزيستنس كنت قلت لك قبل كده في مساله من المسائل ان قيمه الورك اللي انا بدفعه بتطلع لي هيت، خلاص هي في النهايه لوسز، يعني هي الورك اللي داخل بيه بتطلع في النهايه، يعني حتى لو في لوسز فهي اللوسز عباره عن هيت. ففي المجمل يعني الورك اللي انا بدفعه كالكتريكال ورك بيطلع لي قيمه الكيو، فالورك الكتريكال هي نفس قيمه الكيو، كانها كفاءه 100% يعني. فالورك يروح مع الكيو، يفضل عندك 1 ناقص تي نود على تي، تبتدي تعوض بقى تي نود زي ما عندنا 9 زائد 273 والتمبريتشر 21 زائد 273، عوض تعويض مباشر، وزي ما اتفقنا كيو هتروح مع الورك يطلع لك الرقم ده اللي هو 4% و8% يعني، فاقرب حاجه قيمه لينا اللي هي ال 4%، فهي دي الاجابه بتاعتنا. السؤال اللي بعده بيقول لنا خد في بالك الليميتيشن بتاعت سكند لو في ثيرمودينامكس، تمام؟ شوف لي بقى ايه هو الرونج ستيتمنت اللي موجوده، في اجابه او في حاجه من الكلام اللي متقال ده غلط. فخلينا نمشي حاجه حاجه. اول حاجه بيقول لنا الهيت انجن ما ينفعش يبقى الثيرمال افشن بتاعته 100%. فطبعا كلفن بلانك قال لنا ان ما ينفعش نتعامل مع ثيرمال انرجي ريسيرفوار واحد، وبالتالي ما ينفعش نطلع افشنسي 100%، يبقى بالتالي الاجابه الاولانيه دي صح. خلاص؟ يبقى هي دي مش الاجابه اللي احنا بنتكلم عليها. طيب اللي بعده قال لك لكل الريفرسبل بروسيس السكند لو افشنسي بتبقى 100%. طبعا احنا كنا قايلين ان السكند لو افشنسي عباره عن اكسيرجي ريكفرد على اكسيرجي سبلايد، فانت عندك في اكسيرجي داخل ده السبلايد وبيطلع اكسيرجي ريكفرد، الباقي يعني انت بتاخد قيمه اقل لان في جزء ديسترويد. كنا قايلين الاكسيرجي ديسترويد دي عباره عن تي نود اس جنريشن، صح؟ والاس جنريشن دي بتساوي زيرو في حاله الريفرسبل بروسيس، يعني لو ما كانش عندي اس جنريشن في الريفرسبل بروسيس فبالتالي ما عنديش اكسيرجي ديسترويد، وطالما ما عنديش اكسيرجي ديسترويد فبالتالي قيمه الاكسيرجي ريكفرد هتبقى هي قيمه الاكسيرجي سبلايد، يعني الافشنسي 100% في حاله الريفرسبل بروسيس، يبقى الاجابه دي تمام صح. اللي بعده بيقول لي ان السكند لو افشنسي بتاعت الهيت انجن كان نوت بي جريتر ذان اتس ثيرمال افشنسي، يعني اعتبر ان انا مش عارف، يعني انا مش عارف مثلا ان الاجابه دي صح ولا غلط، فخلينا نسكيب الحته دي دلوقتي وهنرجع لها تاني يعني اكيد. هنا بيقول لي السكند لو افشنسي بتاعت البروسيس بتبقى 100% لو الانتروبي جنريتد during this process، او لما ما يكونش في انتروبي جنريشن. طبعا هو بيعد لي الرقم بي، ولكن هنا قالها لي بصيغه مختلفه ان هنا لو الريفرسبل بروسيس، ولكن هنا قال لي نو انتروبي جنريتد، فنو انتروبي جنريتد يعني اس جنريشن بزيرو، وبالتالي اكسيرجي ديسترويد بزيرو، يعني ما نعدش الكلام، فبالتالي الاجابه دي برضو صحيحه. اخر حاجه بيقول لك ان لو الكوفيشن اوف بيرفورمانس بتاع الريفرجريتور ممكن يبقى اكبر من واحد، السي او بي بتاع الريفرجريتور ممكن يبقى اكبر من واحد وممكن يبقى اقل من واحد، خد بالك عادي، يعني هو من زيرو لحد بعيد يعني يبقى اكبر من واحد براحته، يعني مفيش مشكله. ولكن يعني معلومه كده برضو ضيفها يعني لمعلوماتك، ان الكوفيشن اوف بيرفورمانس للهيت بامب ما ينفعش يبقى اقل من واحد. ولكن المهم يعني لو بنبص على الكلام ده فواضح ان سي A و B و D و E كلهم صح، فواضح ان الاجابه هي سي، ولكن دي اجابه تمشي حالك. خلينا نفهم ليه سي دي غلط. هو هنا بيقول لك السكند لو افشنسي ما ينفعش تبقى اكبر من الثيرمال افشنسي الهيت انجن يعني. فخلينا نبص كده على الهيت انجن. الهيت انجن بتاعنا هياخد كيو ويطلع ورك ويطلع كيو اوت. طيب السكند لو افشنسي عباره عن ايه؟ اكسيرجي ريكفرد، انت بتاخد اكسيرجي ايه اللي انت بتاخده من الهيت انجن؟ ورك. طب ايه الاكسيرجي في الورك؟ اللي هي قيمه الورك. طب انت بتدفع ايه في الهيت انجن؟ بتدفع كيو. طب الاكسيرجي اللي انت بتاخدها من الكيو اللي بتدفعها دي عباره عن ايه؟ كيو في 1 ناقص تي نود على تي اتش، اللي هي تي اتش اللي هي انت جاي منها كيو. طيب تلاحظ كده ان الورك على الكيو دي عباره عن الثيرمال افشنسي، صح ولا لا؟ الورك على الكيو دي الثيرمال افشنسي بتاعت الهيت انجن. 1 ناقص تي نود على تي اتش دي الكارنت افشنسي، لو كان بيتعامل ما بين التي اتش والتي اوت، يعني لو كان اللو تمبريتشر سينك ريسيرفار ده التمبريتشر بتاعته تي اوت، يبقى ده الافشنسي بتاعت كارنت، صح؟ اللي هي ريفرسبل ثيرمال افشنسي يعني. فتلاحظ
اني ممكن انا اكون بتعامل، او الهيت انجن بتاعتي دي كانت كارنوت اساسا وبتتعامل ما بين التي هاي والتي نود او التي اوت، التي نود يعني اللي هي بتاعت الامبيانت. فساعتها الثيرمال افشنسي والريفرسبل ثيرمال افشنسي هي فهيطلع 100%. بس هل الثيرمال افشنسي بتاعت كارنوت اساسا 100%؟ لا، ما ممكن ما تبقاش 100%، تبقى اقل من 100%. وبالتالي الافشنسي او سكن لو افشنسي ممكن تبقى اكبر عادي من الثيرمال افشنسي زي ما احنا ايه شايفين. طب ده لو احنا عايزين نتكلم بالمعادلات، ولكن سريعا سريعا السكن لو اوف ثيرمال سكن لو افشنسي لريفرسبل سايكل زي ما احنا اتفقنا بتبقى 100%، ولكن الثيرمال افشنسي ممكن تبقى اقل من 100% زي ما احنا اتفقنا يعني. فبالتالي الإجابة واضح إنها إيه؟ هي الإجابة الخاطئة. رقم 21 بيقول لي إن في إير، خلاص خلينا نرسم الرسم كده على طول، إن في إير هيحصل له ثروتلينج، يعني البريشر بتاعه هيقل، هيعدي بقى على أي ديفايس يعمل له ثروتلينج من 50 سيلز و800 كيلو باسكال، والبريشر 200 كيلو باسكال، وبريت نص كيلو جرام بير سكند، والانفايرمنت مدينة درجة حرارة الانفايرمنت 25 درجة، وقال لك التغير في كاينتيك انرجي مهمل، واحسب لي قال لي مفيش هيت ترانسفير هيحصل، احسب لي الباور بوتنشال ويست في البروسيس ده. الباور بوتنشال ويست اللي هو الاكس ديسترويد، تمام؟ فخلينا نحسب الاكس ديسترويد، بس قبلها خد بالك ان هو مدي لك البريشر بس مش مدي لك تمبريتشر. انت عارف ليه؟ خلينا نطبق الفيرست لو ثيرمودينامكس كده على جنب. فاحنا عندنا Q ماينس الورك بيساوي M دوت H أوت ناقص H إن، طبعا مفيش Q مفيش ورك، تلاحظ إن ال H بتساوي ال H، يعني في النهاية طلع لنا إن ال H أوت بتساوي ال H إن، يعني ال temperature اللي داخلة بتساوي ال temperature اللي خارجة في حالة إن هو ايديال جاز زي ما احنا شايفين. فهناخد ال CP عامل مشترك، فهتبقى ال temperature اللي خارجة بتساوي ال temperature اللي داخلة. طب المهم خلينا إيه نشوف اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نحسب ال exergy destroyed اللي هي T node في ال S generation. فعشان نحسب الـ S generation هنبتدي نبص على الـ entropy balance. فزي ما احنا واضح ان احنا عندنا system ده steady، اي device عندنا steady، فالـ S system بزير، واللي داخل واللي خارج عبارة عن ايه؟ ما عندناش Q، امال عندنا ايه؟ عندنا mass داخلة وماس خارجة. فبالتالي الـ S generation عبارة عن S out ناقص S in، الـ S out دي عبارة عن الماس. فنقدر نقول الـ M dot ناخد عامل مشترك عشان نخليها بدل اس كابيتال تبقى اس سمول، يعني يبقى الاس اللي خارجه ناقص الاس اللي داخله طبعا اللي هي مع الماس يعني. فنشوف الاس اللي خارجه او الانتروبي اللي خارجه كام والانتروبي اللي داخله كام ونبتدي نعوض تعويض مباشر. ف اس اوت ناقص اس ان طبعا ده مش بيور سابستنس نقدر نجيب كل حاجه فرضان، ده ايديال جاز. فعلشان نطبق فاحنا محتاجين نطبق او نبص على القوانين بتاعت الايديال جاز اللي هي اس 2 ناقص اس 1. خدت انا اخترت القانون ده على اساس ان البريشر عندي، فبدل السبيسيفيك فوليوم يعني البريشر عندي، فده القانون الاسهل كتطبيق يعني. وزي ما احنا اتفقنا التمبريتشر هتبقى ثابته من الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس، كان قايل لنا التمبريتشر ثابته، فالجزء ده عندنا هيطلع بزيرو. الار للهواء 287 من 1000، والبريشر 2 والبريشر 1 عندي نقدر نحسب على طول. طبعا 2 و1 دي مجرد مسميات، يعني انا عندي اوت وان دلوقتي، يعني انا بحسب اوت ناقص ان فيبقى عندي اوت على ان. يبقى الاس اوت ناقص اس ان زي ما اتفقنا اللي هي عباره عن السي بي، الكلام ده احنا اتفقنا بزيرو، يبقى نيجاتيف ار اللي هي 287 من 1000 لين بي 2 على بي 1، نبتدي نحسب ونطلع القيمه بتاعته. طبعا طلع كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، اللي انا حطيت الار 287 من 1000. ابتدي بقى اعوض بقى عشان نحسب الاس جنريشن، يبقى الام دوت احنا كنا جايبينها بنص او هو قايلها لي يعني نص كيلو جرام بير سكند، وحسبنا الدلتا اس، ومن هنا نقدر نحسب الاس جنريشن. نرجع بقى للاكس ديسترويد اللي هي تي اوت، سوري مش تي اوت، اللي هي تي انفايرمنت، كان مديها لي 25 سيلسيوس اللي هي 298 عشان نحولها لكلفن. من هنا نقدر نحسب الاكس ديسترويد على طول. 59.28 من 100 يعني اقرب رقم، ادي 59 موجود اهو، فده اقرب اجابه عندنا يعني. المساله رقم 22 بيقول لنا ان في سوليد 12 كيلو جرام ومدي لك سبيسيفيك هيت 2.8 كيلو جول بير كيلو جرام سيليس، وقال لك ان هو عنده تمبريتشر 210 ومدي لك الامبيانت تمبريتشر 20 سيليس، احسب لي الاكسيرجي كونتنت بتاع السوليد ده. الاكسيرجي كونتنت احنا هنتعامل معاه على اساس ان هو كلوز سيستم،
يعني هو نفس الفكره بتاعت الكلوز سيستم بالظبط، فهو نفس القانون هنطبقه، ولكن مفيش تغير في الفوليوم ما بين الحاله دي، وان احنا طبعا عشان نحسب الاكسرجي كونتنت احنا بنحسبه من الحاله اللي هو عليها لحد ما يوصل للديد ستيت، فطبعا مفيش تغير في الفوليوم بتاعه ما بين الحاله الاولانيه واللي هو الحاله فيها دلوقتي والحاله اللي هيوصل لها لما يوصل للديد ستيت، طبعا مفيش تغير في الفوليوم في الجزء ده بزيرو. علشان نحسب اس ناقص الاس بتاعت لما يوصل للديد ستيت، فطبعا ده سوليد هنستخدم القانون بتاع الدلتا اس بتاع السوليد اللي هي سي لين تي 2 على تي 1. طبعا هنا دي هتبقى تي ودي هتبقى تي نود اللي هي بتاعت الامبيانت. فخلينا نطبق، يبقى الاكس بتاعتنا بتساوي، خدنا ماس بس عامل مشترك علشان يطلع الوحده على طول كيلو جول يعني. فالماس عامل مشترك، ادي السي اللي هي اليو دي فكتها، يبقى سي تي ناقص تي بتاعت الامبيانت ناقص التي بتاعت الامبيانت، في شلت بقى اس ناقص اس نود وحطيت مكانها سي لين تي على تي نود. ابتدي عوض بقى، ادي 12 كيلو جرام واخدت السي دي برضو عامل مشترك خليتها 2.8 كيلو جول لكل كيلو جرام سيلسيوس، وعوضت تعويض مباشر. طبعا الكلام ده لازم يتحط بالكلفن، الكلام ده مش فارق ان هو مطروح من بعضه. ابتدي احسب، تطلع 1463 كيلو جول، وتلاحظ ان هي مش موجوده ولا اجابه، يعني هي فيها غلطه مطبعيه واضح يعني في حاجه يعني من القرايات الموجوده، ولكن اكيد يعني ما اتحاسبتوش عليها، يعني المساله الجزئيه دي ما اتحاسبتوش عليها، ولكن هي فيها غلطه مطبعيه مش اكتر. المساله اللي بعدها رقم 23 بيقول لنا ان في فرن عند درجه حراره 1300 كلفن وبيطلع كيو بريد ثابت 500 كيلو جول بير سكند، احسب لي بقى الماكسيمم باور اللي ممكن اطلعه من الفرن ده. فانا عندي فرن بالمنظر ده وبيطلع كيوب عند درجه حراره 1300 كلفن ماكسيمم باور، فانا علشان اوصل ماكسيمم باور هدخل الكيو دي على ريفرسبل هيت انجن، يعني هدخلها على كارنوت سايكل، وعلشان الكارنوت سايكل دي اخد منها ماكسيمم باور فهخلي السينك اللي بترمي عليه اللي هو الانفايرمنت، فبالتالي هوصلها بكارنوت سايكل والسينك بتاعي يبقى هو الانفايرمنت بتاعي، وبالتالي الورك ده هو الماكسيمم بتاعي. من هنا اقدر اقول ان الورك ماكسيمم ده هيبقى الكيو في الافشنس بتاعت كارنوت، خلاص كاني بحسب اكسيرجي، خد بالك يعني هو ده الفكره بتاعت الاكسيرجي برضو، كنت قلت لكم الموضوع ده قبل كده. يبقى الكيو اللي هي 500 كيلو جول بير سكند، خلاص واحد ناقص التي بتاعت السينك اللي هي 300 كلفن هو مديها لي، والتمبريتشر بتاعت السورس اللي هو الفرن ده 1300، وبالتالي تحسب الحسبه دي يطلع لك 384.6، اقرب اجابه هتلاقيها اللي هي 385. المساله اللي بعدها بيقول لك ان الكوفيشن بيرفورمانس لريفرسبل هيت بامب 1.2، لو انها اتعكست وتحولت الهيت انجن احسب لي الثيرمال افشنسي بتاعتها. فطبعا السي او بي بتاع الهيت بامب عباره عن كيو هاي على الورك، تمام. طب لو انا عكستها وخليتها هيت بامب، طب خلينا كده نكتب الافشنسي بتاعت الهيت بامب اللي هي ورك على كيو هاي، تلاحظ انها معكوسه صح، فمعناه ان الافشنسي بتاعت الهيت انجن عباره عن مقلوب الافشنسي بتاعت الهيت بامب، سوري مقلوب السي او بي بتاع الهيت بامب، وبالتالي يبقى 1 على 1.2 يدينا اللي هي 0.833 كده، فهتلاحظ ان الاجابه بتاعتنا اللي هي الاجابه دي. اخر سؤال عندنا بيقول لنا على تيز دايجرام السلوب بتاع الكونستنت بريشر لاين والسلوب بتاع الكونستنت فوليوم لاين، ايه العلاقه ما بينهم؟ يعني هل في هم قد بعض، واحد اكبر من الثاني ولا ايه بالظبط؟ خلينا نفتكر الفكره بتاعت السلوب دي يقصد ايه بالظبط. فعندنا خد بالك هي ممكن تكون معلومه عارفها على طول، يعني ممكن معلومه احنا عارفينها على طول، ان اللي هو ان السلوب بتاع الكونستنت فوليوم اكبر من السلوب بتاع الكونستنت بريشر، ولكن خلينا برضو نعرف الموضوع جاي منين. يعني على تي اس دايجرام، فلو احنا عندنا خط ايا كان الخط ده يعني بتاع ايه بالظبط، فالسلوب بتاعه اللي هي دي تي على دي اس، كان انا بعمل مثلث كده وبقول ان الدي تي على دي اس هو ده السلوب بتاعي. فلو قدرت اجيب الدي تي على دي اس في حاله ثبات البريشر واقارنه بالدي تي على دي اس في حاله ثبات الفوليوم، اقدر اعرف العلاقه ما بينهم ايه بالظبط. فخليني اقول لك ايه يعني الفكره ممكن تيجي ازاي. خلينا نطبق الفيرست لو ثيرمودينامكس على سيستم، فلنفترض ان السيستم ده ايه كلوز سيستم، يعني يبقى كيو ماينس الورك بيساوي دي يو، تمام. الكيو دي ممكن اشيلها واحط مكانها تي دي اس، والورك ده بما ان كلوز سيستم ممكن اشيلها احط بريشر دي بي، ساعتها الورك ده هيبقى باوندري ورك،
والدي يو دي هشيلها واحط مكانها السي في في الدي تي. طب تعالى نمسك الجزئيه بتاعه الكونستانت فوليوم. فلو قلت انها كونستانت فوليوم فالجزئيه دي ممكن اقول انها بزيرو، دي في هتبقى بزيرو طبعا، تغير في الفوليوم بزيرو، فالجزء ده بزيرو. ومن هنا اقدر اقول الدي تي على دي اس يطلع لنا بكام. شفت بقى دي تي على دي اس يبقى تي على سي في، تمام. يبقى الدي تي على دي اس بيساوي تي على سي في، يبقى ده السلوب بتاع الكونستانت فوليوم لاين. طب لو انا بتكلم على كونستانت بريشر، خلينا نطبق الفيرست لو ثيرموداينامكس، ولكن خلينا نفترض ان هو اوبن سيستم. خد بالك القانونين دول جايين من بعض، يعني ده او ده هو هو، يعني هو نفس القانون بالظبط، جايين من بعض، نفس الفكره بالظبط يعني. ولكن مش عايز ادخل في تفاصيل، ولكن ايه، خلينا نفترض ان هو اوبن سيستم بمنتهى البساطه. يبقى الكيو دي هشيل احط مكانها تي دي اس. الورك ده هيبقى ساعتها تكنيكال ورك، لو اوبن سيستم يبقى تكنيكال ورك، زي الورك بتاع التربينه، ورك بتاع الكمبريسور والكلام ده. التكنيكال ورك عباره عن نيجاتيف في دي بي، فادي شلنا الكلام ده حطينا مكانه نيجاتيف في دي بي، بقى بلس في دي بي، بتساوي الدي اتش عباره عن سي بي دي تي، تمام. وساعتها لو قلنا كونستانت بريشر فبالتالي الدي بي ده هيبقى بزيرو، وساعتها يبقى دي تي على دي اس بتساوي تي على سي بي. طبعا تلاحظ هنا تي على سي في وهنا تي على سي بي، احنا عارفين ان السي بي اكبر من سي في دايما، بالتالي بما ان ده اكبر من ده دايما، وبالتالي السلوب ده هيبقى اكبر من ده دايما، صح ولا لا؟ وبالتالي يبقى الاجابه بتاعتنا ان السلوب بتاع الكونستنت فوليوم لاين بيبقى اكبر من السلوب بتاع الكونستنت بريشر لاين. وبكده يبقى حلينا الميد ترم. ولو عندكم اي سؤال برضو ممكن تسالوني لو في حاجه مش واضحه يعني. وشكرا لكم.